طريقة إضافة حساس أوتيل جديد، حساس جوكر لسيارة كيا أوبتيمال، سيارة بيها 3 حساسات ونريد نضيف لها حساس جوكر. طبعا حساس الأوتيل اللي يشتغل جميع أنواع السيارات ويقبل التردد 433 و315 في آن واحد. طبعا حاليا راح نسوي هذه العملية على سيارة نوع كيا أوبتيما موديل 2018 وارد أمريكي. راح نجي إلى فقرة TPMS. طبعا السيارات الواردة الأمريكي الجهاز مباشرة يشوفها عن طريق رقم الشاصي، نقول له أوتو ديتكت. راح نقول له أوبتيما الموديل من 2016 إلى 2020 تردد 433، نقول له يس. راح نجي إلى فقرة بروجرام، إحنا وين نريد نخلي هذا الحساس؟ نريد نخلي هذا الحساس بتاير السائق. شوف هنا نريد نعلم على تاير السائق ونريد نخلي هذا الحساس بتاير السائق. نجيب الحساس هنا نخليه بالزاوية، لزم لي حساس بدون زحمة عليك بالزاوية. نقول له أوتو كرييت 1 و16، نقول له أوكي بزاوية الجهاز اليمنى من فوق. شوف الجهاز شاف حساس واحد، قال لك تريد أكمل لك البرمجة، نقول له أوكي. حاليا الجهاز دا يعبي الحساس ببرنامج الكيا أوبتيما وراح يخليه في صفحة السائق. خلي تكمل العملية قويانا. حاليا الجهاز نزل لنا برنامج وصار هذا الحساس ببرنامج صفحة السائق. نريد نخليه ونريد نعرفه على السيارة. كخطوة أولى أول شيء لازم نعبيه بالبرنامج، كخطوة ثانية لازم نعرفه ونحدد موقعه وين بالسيارة. راح ناخذ الحساس طبعا من قبل ما يشده على التاير، نجيبه هنا نخليه بصفحة السائق التاير الأمامي. نجي إلى الجهاز نقول له ريليرن، نروح على فقرة ريليرن. الجهاز راح يخلينا نروح على تاير تاير ونقراها عن طريق التيجر. شوف هنا راح نقرأ هذا الحساس، قريناه، حولنا حاليا يقول على صفحة السكر، روح اقرأ لي اياها. طبعا خطوات سهلة جدا، راح نروح إلى صفحة السكن ونقرأ أيضا. هسه يقول حولنا إلى صفحة خلف السكن وقرأ لي إياها أيضا. وهسه إلى صفحة خلف السائق وقرأها. حاليا احنا قرينا الأربع حساسات وأخذنا تردداتهم بالجهاز. نجي الى فقرة OBD ريليرن. طبعا احنا نكون اول شيء لازم رابطين الفيشة OBD 2 بالسيارة، خلينا نشوفكم اياها. كل سيارة لها مكان OBD 2. احنا حاليا رابطين الفيشة ومتصلة ما بينها وما بين الجهاز، ودسنا فقرة OBD ريليرن، وحاليا الجهاز راح يطبع ذني الارقام في داخل عقل السيارة. OBD ريليرن. حساس الأوتيل الجوكر ده بالتردد. حاليا تمت العملية بنجاح، مجرد انه يخلي الحساس بالتاير ويقيز هواء وراح يطفي عنده مباشرة اقلوب TPMS. تحياتي للجميع.